افتتح في مركز بيسان لأطفال التوحد والاستشارات النفسية في القامشلي قسم خاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين بإشراف أخصائيين ومدربين لطريقة برايل للمكفوفين. تم افتتاح هذا القسم مركز ريسان عشان يخدم هاي المنطقة. هو المركز الأول والوحيد اللي يدرب لغة برايل وهي لغة المكفوفين. الغرض من المركز إنه إحنا هذول الأطفال يصيروا يتابعون موضوعهم الدراسي مثل أي طفل طبيعي مثل أقرانهم، ممكن هم يوصلون مراحل ابتدائية إعدادية حتى الجامعة، مثل مدربة طيبة اللي هي خريجة أدب عربي بنفس المجال بنفس الطريقة تدربت. إن شاء الله إحنا يكون في عندنا أكثر من حدا يوصل جامعة بمنطقتنا. منذ الولادة كنت مكفوفة ودرست طريقة برايل، سافرت إلى دمشق ودرست كل مراحل من الابتدائي حتى الجامعة، وبعدين تزوجت وصار عندي أطفال وفتحوا بينا مركز بيسان الحمد لله، وبلكي نساعد هالأطفال. المركز جهز قسم لاستقبال الأطفال المكفوفين بالمجان لحين توسيع القسم ليصبح مركزا متخصصا في مجال تعليم الأطفال المكفوفين، ويعتبر المركز الوحيد الذي يوفر التعليم للمكفوفين في محافظة الحسكة. أنا هنا جيت على مركز بيسان ألعب الألعاب وألعب كل شيء وأتعلم الأحرف. أتعلم أقرأ حروف النافرة لغة برايل. مركز بيسان المتخصص بأطفال التوحد اضطرابات النطق افتتح عام 2018 واستوعب عشرات الأطفال الذين تخرجوا بعد تأهيلهم وانتهاء مرحلة العلاج في كل عام بعد التأكد من تمكنهم من الاندماج في المجتمع.